يعد تدمير الحصون التي بناها العدو في القنطرة الشرق والتي منها خط بارليف الذي كان يعد واحدا من أقوى الحصون والموانع في العالم هو التحدي الأكبر للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر. ونجح أبطال القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر من تدمير كافة النقاط الحصينة للقوات الإسرائيلية والسيطرة عليها لتكون هي محور تحول المعركة في صالح القوات المصرية. لم تكن كغيرها من المعارك، إذ كانت الحصون التي بناها العدو في القنطرة الشرق من أقوى حصون خط بارليف المنيع لتجعل مهمة تحرير المدينة المطلة على الضفة الشرقية لقناة السويس ليس بالأمر السهل. منذ الضربة الجوية الأولى والتمهيد النيراني للمدفعية تم إنزال قوارب قوات المرحلة الأولى لاقتحام النقاط الحصينة لخط بارليف، ثم بدأ اقتحام دفاعات القوات الإسرائيلية في القطاع من شمال جزيرة البلاح حتى الكاب واقتحام نقطة حصينة لمعاونة أعمال قتال قطاع بورسعيد. بعد 10 دقائق من العبور تم الاستيلاء على أول نقطة حصينة على مستوى الجبهة وهي القنطرة 1، وبعد 50 دقيقة من العبور تم الاستيلاء على 6 نقاط وبقيت النقطة الحصينة القنطرة 3 بلدية القنطرة محاصرة حتى يوم 7 أكتوبر عام 1973 ليتم الاستيلاء عليها قبل آخر ضوء يوم 7 أكتوبر. وبنهاية اليوم الأول للقتال تم الاستيلاء على جميع النقاط الحصينة وإحكام الحصار حول مدينة القنطرة وصد اختراق القوات الإسرائيلية، فضلاً عن تدمير 37 دبابة وتوسيع رأس الكوبري المحدد للفرق بعمق 9 كيلومترات. البطل الحقيقي في هذه المعركة كانت الفرقة 18 بقيادة العميد فؤاد عزيز غالي، والتي تمكنت من تحرير المدينة بعد أن حاصرتها داخلياً وخارجياً ثم اقتحمتها. دار القتال في شوارعها وداخل مبانيها حتى انهارت فوق قوات العدو. استولت الفرقة على كمية كبيرة من أسلحة ومعدات العدو من بينها عدد من الدبابات، فضلاً عن أسر 30 جندياً إسرائيلياً. المشير عبد الغني الجمصي قائد عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر قال عن هذه المعركة معركة القنطرة شرق، قال إن الحصون التي بناها العدو في القنطرة شرق من أقوى حصون خط بارليف، وصل عدد هذه الحصون إلى 7 حصون. كما أن القتال داخل المدينة يحتاج إلى جهد كبير ومضاعف، لأن القتال في المدن يختلف عن القتال في الصحراء. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات.